انا سلمى الطبيب مدير برنامج ارت اللواء. المشروع اللي احنا بنعمله النهارده ان احنا بنرسم على الحيطان، وده مش اول مره نعمل ده في ارت اللواء. عملنا ده مره قبل كده مع فنانين جرافيتي زي عمار ابو بكر والسيد والسيكو. طبعا الفنانين كانوا مرحبين جدا، لان يعني اي حد بينزل يرسم في الشارع فبيبقى ما بيصدق يلاقي الفرصه ديت. احنا بنحاول نوفر خامه وبنحاول نوفر فرصه ووقت ومكان امن، فدي بتبقى فرصه كويسه. فبدانا نجمع مين اللي احنا محتاجين نشتغل معاهم، وبداوا ينزلوا ورحبوا بدوت، فقدرنا نوصل لعدد كبير. انا بعمله النهارده هنا فرد اللي هو يعني انا بحاول اشتغل على كونسبت من الكونسبتس المصريه القديمه يعني. فدي بالنسبة لي موجودة في الرسمة اللي أنا عاملها دي، اللي هو إن الإنسان في كل الأبراج بداية من راسه لحد رجله. فأنا عامل البني آدم لافف حوالين نفسه كده بحيث إن هو كأنه يعني هيلمس رجله براسه، ودي اللي بتقفل زي إيه، دي اللي بتقفل دايرة الحياة، اللي هو إنسان بيبقى بقى خالد وعايش إلى الأبد. وكل الأفكار اللي كانت رمزية في سواء بقى في الديانة المصرية القديمة أو في الثقافة نفسها يعني، فهو بيعبر عن ده ان هو في كل الفاليوز اللي في الكون، كل الفاليوز اللي في الكون موجوده فيك من اول راسك لحد رجلك وانت بني ادم بس. ولو شفت ده لو بصيت في السماء هتلاقي نفس الموضوع في السماء. فقد ايه انت حجمك كبني ادم ضخم زي السماء. الهدف من دوت ان احنا عايزين ننشر الثقافه الفنيه، وعايزين نزود فكره ان في رسومات في الشارع وفي فن، زي ما في اعلانات وفي وفات محلات وفي كل حاجه، فليه دوت ما يبقاش متواجد، ويمكن اكتر بعد شويه كمان. في المناطق الشعبيه وكده الموضوع بيبقى فيه حماس من الناس لان احنا نعمل شغل اكتر يعني. ده وكمان ساعات ده بيشجع الناس ان هم نفسهم يرسموا في المنطقه، فده يعني ده بالنسبه لي ده بيبقى اكبر هدف، ان انت تحفزي الناس كمان ان هم يعملوا شغل يجمل المنطقة ويبقى عندهم حرية في انهم يعبروا عن رأيهم. فده أعلى هدف يعني.